اللي غادي يكون البطل ديالها هو الدنجال. الدنجال معمر بالكفته اللي كيجي بحال الطريقه ديال التحضير ديال الدنجال التركي، سيكون مقشر من واحد الجهات وتنعمروه بعمارة ديال الكفته مع شويه ديال البصله والثومه مركز ديال الطماطم والمعدنوس، وكندخلو كيطيب في الفران وكيمكن له يمشي على فراش ديال صلصه ديال الطماطيشه. قشرت الدنجال، حيدت له الجلده بحال هكذا ونقينا له هذا الراس. غادي ناخذو غادي ندوزو يتقلى في الزيت. بالنسبه للعماره، العماره عاده كاينين الناس اللي كيطيبوها، انا ما غاديش نطيبها على اساس مازال الدنجال غادي يدخل الفران. كناخذ الكفته تنخدمها مع صلصه ديال الماطيشه غادي نطيبها دابا، وكندير ليها شويه ديال البصله شويه ديال الثومه المعدنوس مقطع لاصوص طوماط او الماطيشه الحك، والماطيشه طريه وما كنساوش شويه ديال الزعتر، دائما هذا كيعطي واحد اللذه. الحبات ديال الدنجال اللي غادي نعمرو بالكفته باش نديروهم يطيبوا في الفران، من المهم جدا انهم يكونوا ضعاف او رقاق في الحجم ديالهم باش يلاه كيطيبوا مزيان من الداخل. حاجه واحده اخرى هو اننا كنديروا لهم الملحه باش وكنخليوهم تيطلقوا داك الماء الطبيعي ديالهم مزيان باش يلاه كيرطابوا شي شويه وكيوليو ساهلين في الطياب، يعني القلي ومن بعد الفران. فهذه حاجه مهمه، القطع او الحبات تكون طويله ورقيقه، وثانيا كنديروا لهم الملحه وكنخليوهم واحد نص ساعه كيطلقوا ديك الماء الطبيعي اللي فيهم قبل ما نشللوهم بالماء ونشفوهم عاد كنقليوهم. الدنجال اللي عملنا معمر بالكفته ودرنا له لاصوص طوماط شويه الفلفله ودرناه في الفران باش كيطيب، كيف ما فسرت لكم اهم حاجه اننا ناخذوا حبات ديال الدنجال رقاق وطوال، ولكن في غالب الاحيان ما تلقاوهمش في السوق، فبالتالي منين تنديروه يطيب في الفران كياخذ لنا شي شويه الوقت. هنا انا عملته كيطيب على درجه حراره 180، خدا ليا تقريبا ساعه الا ربع حتى لساعه ديال الطياب، خاص الهبره ديال الدنجال تولي بحال الزبده منين تنبركوا عليها هكذا بصبعنا تتمشي، عاد كنخرجوهم من الفران.
الا بان لكم انه بداو تيتحمروا من الفوق هما باقا الهبره ديالهم ما تعلكاتش بحال الزبده كنغطيوهم بوراق الالومنيوم وتنكملوا لهم الطياب. هذيك لاصوص اللي بقات لنا ديال المطيشه اللي خليناها حتى نشفات ووقفات كنقدموها مرفوقه كتمشي مع هذا الدنجال اللي معمر ومحمر في الفران. كنشكركم على حسن التتبع، نتلاقاو في حلقه اخرى مع وصفه جديده. الى اللقاء.